صد علميات كوساب سان سامينتا حالة النبات قليو هي مدة سياسة دي أمانك قبل كايتوبيا كل هذا يحلقن أي لغو قبطي مقالة ده على السببه حقا يارم هادي بداية دل كامريكن كانتونيو برينك هذا يالا فيلايا ينو قارو عاصمة دوضن كاشيناهي مقالة ده بيجين جمعون أكسن داوضي الكسو دوادا حلي تمينتين ورق الدورنمو اي مغبايا شكال تي في وحونا ورقو يدنك غايمان ايا حارون طيادة دحيه اي مغالا داني تيكتيا انتو ورقو هودا كتيرنا داوضي الوحيدي قادا ديك دونا انيقو أحمد محمد عثمان أحمد كويشن طود علميات كصاف سن حالة النبات قليو اي مدة سياسة دي دي امانكا قبل كاي كولي دهي توبيا ايا لغو قفتي مغالا ده ار السببا وزارة أرمها الدبدا إدلك إيطوبيا يا شاعك قاضي نسيحو شندونتو هولها كوادن كاميرا لنتا هول قلدا أرقوبليتك إيقاد أفايانك وزارة أرمها الدبدا إدلك إيطوبيا دانشري ملا سملدن أيا وربحنتي ستطبعد لا إيو سوجي ديكا قادلي أرموها أي كميديهين دورك إيطوبيا كولد هيا مانكا قبلكا سفيركا أيا قضبدا وكسو هذا القاضي قرال كيسا أي كميديهين شركي أفريطو منادا إي مدشا إيقاد تجبوتي شانتي بشي جوني لبدا كون إيو شاني وطبانكي ترسي تاريخات كدالكن إيطوبيا وحونات المامين شركان أيكا قيب غالين مداحدة فردل أو أي كمي ديهين ريز الوزارة دكتر أبي أحمد ريز الوزارة دالكا إيطوبيا دكتر أبي أحمد أيا سدوك لشيغي إن وضا هادل وحكو أولا أولي شاي مداحدة سدا كينيا يسدوك لبا صوماليا أو دنع سعودي كولنكن وحونا حصي إن أجندها وغوي نشركان وها أرنت السودان إساقونات المامين كينيا يسوماليا يسدوك وكلب السودان أي كوتشيران إن حل إسكساروه أرمها السودان وحونوها الشيغي إن وضمضا كبه بي إيقادة أي إسكو موقف فضاقة كقاتين أرمها النبضة دلك السودان تنشير أمالاس أي الشيغي إن لو باهن يعي إن لو قد دولو سدي نبضة لو قصو دبالي لها مدوكوبا مدحت السودان أي كوة دهد للهايين مقالة مدحت دلك إيطوبيا إن مقالة دار السببا تنكا كلانا وحو الشيغي إن ريز الوزار دكتر أبي أحمد وقوان صدي إنو دور كيوشو إسكو حيرك labada hay'ado taasina ay tixgelisay dadaalka Ethiopia ugu jirto nabad ku soo dabaalida Sudan waxa kale oo tilmaamay in marka laga soo tago Sudan ay sidoo kale ka wada hadleen hawlaha nabadeynta ee koonfurta Sudan tanjere mallas ayaa qoraalkiisa ku xusay in barnaamijka cagaaran loo arko mashruuc wada jir ah oo muhiim weyn u leh dalalka ku xubnaha ka ah ur goboleedka igada si looga hortago isbedelka cimilada gudaha shirkan ayaa guul ku soo dhamaaday waxayna إيطوبيا كود دالي دون تاسيدي عييغا دوغو غولي سلاهي دهولا هوريا لاه إيا سيدي لوحو جن لها هاي دها كالدوان مسؤولين كترسان مامولكا ديگ مدا حرار ديري إيا كوا عيد مدا أيا كورميري ديگان ندا كونفور كحيغا ديگ مدا حرار ديري ملكيرياش واعدكو واحكاستو لغارو غولة مريهيد عدكا قرانا يو دالكو عدكو تدسبيا نمد عدكا هلايو خربارك عدكا هلايو عدكا يا هلايو وحبارشادة أبدكين waxaan maleenayaa maanta turidin hal guri oo filan male salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiye oo mahadcelinaya een ayarta ree durdur waraaliyaro aadan ma shatiin waxaan maleenayaa 9 maalmood anigu joogay xadheer hadda koralka adigu imaanay si gaar ah raba saakiin adigu mahadceliyo maalintii waxaan ku balow shaqeyn wada shaqeyntii murid oo soo guranay anagana qalbigeena meel fog u taaliin dadka ree durdur iyo weerare iyo calqal u degan إلا أي دهدا وينو قد وين مضاه كل أحد أنا دكان سجارة وعث لعد ما ستهم الله هذا شرفه وحرضه قاتم ملكي لي يا شد ذلك وأذكى أنا كشغالة ذين هاي حبيني مالنا عن ملك استقول لي منه ملك تيجي هرنا ملك تبني أنا كسكنه أنا كشغالة نواي أنا كدورناي إن أذكى ذي شغين أو دورناي أذكى مركه وحال رمان دور شغال شتان نهار كعدان نجرب كشان حقت نسيسان sida darte markii milkiilayaashu waa adiko wax kasto la gaaro guula murahaad adiga garanayo dalkoodu ku dhismaya nabad adiga helayo horumar adiga helayo adiga ayaa helayo wax barashada ubadkiina waxaan u maleynayaa maanta turidin hal guri oo filan male waxa u dariida nimanka qawaarishta ee diinta Allah ka been sheegay ee muslimka inuu curyaamiyaan madax u soo duubtay ayaa waa sabab in dalkaana oo maanta sidaan noqdo ama tuunaas ay noqdo anaga waxaan ciidankiini maamulkiini ya maanta idii yimiday anaga aad soo salaanada soo buuqanay kalsooni badan baa ku qabnaa xaqiina ina saacad uu naga fakareen ilaahay idinkiis
مركب وعلى ذي قربا اسكو سودا وعشرة كوعان أي أنا هذا متان عد سما ذي جي مالي سماله هذا عليك أودك على منا في المدينة في المركي إنك شغينا مركي لا إنك يسوى حرجينا بلش إيه شغاله هذا ناي أنا قوس جعلنا عدو وجوه دونا ما جو تيجي دونا كانوا خلاص دونا لا إنك يس ماش هذا خورت النا ما تعرف سوى ناي كم تاي ده كده جونا دردر هذه ما أنت أهل كان خوش هكذا إنه وحجر تورين بدن أعداد كودي ما أنت عدو جيوش جوان وحجر ما أنت ده كان بدن عدو جيوش ماليات أي كده كان يان كبات سيدا كاس واس كبدان أي متى كان أقوم ببدان رساس تقصد على هذا مرك ورا ليال إن أنا قلت إنه حقت الله كأنه هذا كأنا جا حقي ذي أنا جا شغالي ذي أنا جا أطابرا أنا جا ديار وين قلت كي قالوا تبقلوا لكن حالة كرا هذا إن النصيسان حقته ما دام واحد كول جين أيهين ده كان كاس كل هذا إلهي إنك يسوع يقول سلينا وأنا صعوريا وحنا برب عن ضلا يو حد وعتان كود يب وأقصهنا يا يعني لو مشغول يا يعني لو كهذومن وقعدوا وقواري صاحب مجلان أهل ما كود ديمهان دين سلا كود ديمهان بلادنا ما كود ديمهان وحي كود عفنا يا يعني هوا يرات مجرته حتى قف كان واحد لنا ولا بدون بضلة وحي يروح انترام واستغنى حتى كم هيا وحاسو ما تويل هرم برملة وحبرش ملة وحاسو قوي هلي مايان ماشو عذوقا أنا سكعن إلى ذكيس إن سكعنه أيام كل كرنا إجر واحد وقاري كرنا دور دمه عن قرية دم واحد فائدة ناله إن أرشاب على درنه إلى ذكيس مركة وحال بلان كانوا يقول سوماليا 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 هذه كانوا يقول است حقيا رماد بداية دلك مريكنك أنتونيو بلينك دا يالا فليا إنو غارو عاصمة دا دلك جينا إما غالة دا بيجين حقيا رماد بداية دلك مريكنك أنتونيو بلينك دا يو دوليا مغالة دا بيجين تدبات كان إيدونا رجل لغا قبوه إنو هردا عن نقضو ليس كدير إخلافات كو دحايا مريكنك إيا شينها لكن إساقا إيا ديجيس شينها وحاي غاري كران وغو يران هل شي أي يراه دين فلنقية ياشا سياسة دا وحينا موچنسا إن حدير كلابا غي سوتكا إيو غو مهم سنة دونكا و سنة هين إنو قدو عبرها عبلين كدا يا شرر كو قبن دونا شينها بيشان شون سديد يوتوبان كيغا إلا يساقالي يوتوبان كيغا waxaan laga yaaba inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ila wareediyo ayaa sheegaya wuxuu noqon doonaa sargaalkii ugu sareeyay ee dawladda Mareykanka ee booqda Shiinaha tan iyo markii bidhan uu xilka qabtay Janaayo 2021 warbixin kooban oo safarka ka hor arbacadii ayay saraakiisha Mareykanku sheegeen inaanay wax rajo ka qabin safarkani inuu ka soo bixi doono horumar ku saabsan sida Mareykanka iyo Shiinuhu ay wada macaamilayaan tani oo daba socota telefoon uu la yeeshay Blinken dadii markaas oo wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Aqin Gan u sheegay in Mareykanku uu joojiyo faragelinta arrimaha Shiinaha booqashadan oo gogol xaar noqon karta xiriir kale oo diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay kulanka dhexmari doona Xi Jinping iyo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka John Biden tabayaaqada sanadkan waxayna muujinaysaa in labada dhinac ay iska soo horjeeda aanay ka quusan diblomaasiyada xiriirka laba goosoodka u dhaxaya labada wadan ayaa gudaha xumaaday iyadoona walaac laga qabo in xifaaladnu duu ka dhex qarxootay waan Shiinaha ayaa isagu ku andacoonaya inuu isagu leeyahay isagoona dhoolo tusiyo ciidan oo joogta ah ka wada meel u dhow jasiiradda oo ay ku jirto axadii iyagoona wajahaya xaaladda marinbiyoodka Taiwan waxaana si joogta ah carabka ugu adkeeyay inayna sii hurin doonin colaadaha iska daa inay kiciyaan khilaafaadyo balse waxaa si adag u difaaci doona madax banaanida qaranka madaxweynaha Taiwan ayaa u sheegtay saraakiisha sarsare ee ciidamada badda jimcihii gaar ahaan walwalka deris Shiinaha ayaa ah mid diidaya inay ogolaadaan wada hadallo joogta ah oo militariga iyo sidoo kale dhexmara Beijing amaba Washington inkastoo oo isku dayo Mareykanka oo soo noqonoqonaya saraakiisha Mareykanka ayaa arbacadii sheegay in saameynta wadooyinka isgaarsiineed laga fogaado ee kicinaya xasaradlaha si loo yareeyo khataraha ay tahay in mudnaanta koowaad la siiyo kulanka madaxweyne Biden iyo sidoo kale dhigiisa Shiinaha Shiin ayaa kulan barbar socday shirkii G20 ee bishii
نوفمبر إلى صورة في أكد عين مجلة بالي أي سكوب نويري عفسي دلقة قبو دقال عصوبة أو قبو بجين أو كان يجب سنوحا أيو أرقتو هو بينتا مامولك بدن السياسة دلقالة أي اسكو دايدي إلي بلاريسو حريركا ودمدا يوروبا باريقا دحيا سيدو كلبا أفريكا مدحونا دلقة شينو وحا ودوان قابلي مدح بدن أو رير يوروبا أو كتروه مدحونا فرانسيس كيمان والمكرون وحا ونسمي عداد استبلماسي داده أو كدونا يوينو كمحكم دايو كوا كله أو أي كتران حلفة مرايكنكا إيا سيدو كلبا سعودية سراكيشا مرايكنكا وحا يفليان إن بوقشة دا بلينك دا أو جوجل حاري دونتو كل ما بدن أو أي لبقيسو دا أو بلا صوصو دا أو أي كتران سفر دا صور تقلقا إي حوغيها مالية دا مرايكنكا جنة ديالة ديو سيدو كلبا حوغيها قناعسيكا جين الرماندو كل ما داس أي هرسي دي كرام مدلح مرا هقامي ياشا ودمدا مركا أي كقيب غاليان شيركا جي تواني سبتمبر إي إنديا يسودو كلبا شيروينا إسكاشيكا دقالا هاي آسيا مدحوينها شينا شين شين بين أي كلان لييشي مالقبينكا شركة دا ميكروسوفت بيلغيت يسودو كلبا مالقبين عالميا يدونا ومدحوينو شاقي إنو رجينا يو انحريركا صاحب جنوه إي مرايكنكا يسودو كلبا شينو أسي صادو مدحوينها دلك شينا شين شين بين أي مالقبينكا شركة دا ميكروسوفت بيلغيت كو قابلي قريقا مرتدا إي مغالة بيجينا دلك شينا هالكا سو مدحدا شينو أي تاريخان كو قابلان مرتي شرفتا جانبتا مدحوينا أي شاقين أساسا شركة دا ميكروسوفت يسما فلياشا إنو عدوك فرحسن ياي إنو أركو صد حسنو كدب وحونو تلمامي إن أساسا شركة دا ميكروسوفت بيلغيت إنو أها ساحب كيسيو غوري أمريكانا أو لوكول مصند كان عدنكي سما القبائل كشركة مايكروسوفت أي أشياء جي مدحونا ذلك الشيء نا إن الشرف طاي إنه هلا فرصة وكل كلمه يسقون الشيء إن مرول بيلن شيرين وده الله أدوان أحسن وحون حسي إن يلن دونان موضوع يبدن أو مهمة يسقون الشيء إنه كن يتبعي إنه إيمان كروايو أفرتي سنة إلا صدع في يسقون موجين وعدك فرح سيه إنه مر لبعض كسلابته مع القبائل كشركة مايكروسوفت بيلقيتو هذا الكيس سوى طاي الشيء إنه رجينا يو إنه سوى ذكرى أوفليان hawlo faa'iido u leh Shiina iyo sidoo kale mareenka kulanka soo aha kuugoori ee madaxweynaha Shiina uu la yeesho ganacsade ajnabi ah muddo sanado kadib ayaa muujinaysa in madaxweynaha dalka Shiina isagoo leh xaaladda caalamiga ah ee hadda jirta waxa fuuni karnaa hawlo kala duwan oo faa'iido u leh labadeena dal iyo sidoo kale dadkeena hawlo waxtar u leh bini'aadantinimada guud ah ayuu yiri madaxweynaha Shiina waxa uu joojiyay safar u dibadda ku aadilaha ku dhawaa 3 sano iyadoona Shiina uu xiray kulamadiisa caalamiga ah tan iyo markii dib loo furay waxay inta badan la socdeen hoggaamiyayaasha kale ee gobolka qorshayaasha kala duwan ee uu leeyahay maalgabeenka shirkadda Microsoft Bill Gates ayaa booqday Shiina tan iyo markii dib loo furay horaantii sanadkan kulankii ugu dambeeyay ee madaxweynaha dalka Shiina iyo sidoo kale maalgabeenka Bill Gates ayaa la sheegay inuu ahaa sanadkii 2015 markaas oo ay ku kulmeen dhinaca madasha biyo ee gobolka Hanan ee dalka Shiinaha wagaag daawadayaal wuxuu qodobkaasi u dambeeyay warkii duurnimo ee sada tooska ah adigoo dhahanaysan muqbaahiyaha shakal TV waxaan xilitaaminteena wareed warkii la socodsiin aniga Axmed Maxamuud Uusmaan Axmed Kuweeshin daawadayaal intaan warkan warkii xiga ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh